ازيكم يا احلى بنات في الدنيا كلها، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. النهارده جايه لكم باحلى حمام كريم حرفيا انتم ممكن تستخدموه في حياتكم. اولا حمام الكريم ده حياتي وهو اصلا يجنن. طيب انا ليه بقول كده؟ اولا يا بنات، لو انتي شعرك اطرافه مقصفه او هايشه او فيها اي مشكله، حرفيا بعد تالت او رابع استخدام من حمام الكريم ده هيعالج لك المشكله دي. لو انتي برضو شعرك من انواع الشعر اللي بتكلك بسرعه او بتتشابك بسرعه، لما تواظبي على استخدامه هتلاقي المشكله دي اتحلت بكل سهوله. كمان يا بنات بيطري الشعر قوي وبيغذيه وبيرطبه وبيخليه بيلمع. كمان حجمه زي ما انتم شايفينه كيلو بحاله، فبيقعد معاكي وقت محترم وبيقعد معاكي فتره طويله. فايركومندد يا بنات، جربوها هيعجبكم جدا جدا. واي استفسار عن حمام الكريم ده اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم على طول ان شاء الله.